نجدد لحضراتكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وهذا استعراض سريع لأهم وأبرز العناوين والمنشطات الصادرة في الصحف المحلية لهذا الصباح. نبتدي من الشروق، والميادين تستقبل مليونية التفويض، والإخوان تحتشد من أجل الفرقان. مصدر عسكري: الجيش رصد مخططات إرهابية تحت مسمى غزوة بدر لشن هجمات ضد مؤسسة الدولة. من جريدة الأخبار نتابع في صفحتها الرئيسية: منصور يرأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني لمناقشة تهديدات الأمن القومي، تجفيف منابع الإرهاب ومواجهة ابتزاز المواطنين، لا للترويع أو حمل السلاح في وجه الدولة أو تهديد السلم. معظم طبعا العناوين بتنصب وبتهتم بتظاهرات وفعاليات اليوم. من الأهرام من الصفحة الأولى بنقرأ: الجيش استراتيجية جديدة بعد اليوم لمواجهة العنف والإرهاب، حماية المتظاهرين في جميع ربوع الوطن، وخبراء مفرقعات وكلاب بوليسية للتأبيد، وضبط مجموعة إرهابية تخطط لاقتحام السجون. خبر من المصري اليوم: نقل المظاهرات والأحداث على الهواء مباشرة، تعليق دراما رمضان مؤقتا في التلفزيون وعشر فضائي. من الشروق تاني بنقرأ: القوات المسلحة تمهل مؤيدي المعزول 48 ساعة للانضمام للصف الوطني، ومسؤول عسكري لرويترز: سنرد بقسوة على دعوات الإرهاب والعنف. على العموم هننظر لعناوين الصحف بشكل يعني أكثر تحليلا وتفصيلا من خلال ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ عز الدين الهواري، عضو الجمعية الوطنية للتغيير. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. هنبدأ مع أول عنوان من الأخبار: السيسي في انتظار كلمة الشعب، طائرات وقوات من الجيش والشرطة لتأمين المظاهرات. يعني كيف تتوقع المشهد سيكون اليوم، خاصة أن في استعدادات يعني كبيرة تحدث من الأمس منذ مساء الأمس؟ والله أنا شفت المشهد من امبارح مش من اليوم، إن كانت الناس بدأت تنزل تأييد للقرار، لأنه على فكرة ده كان قرار منتظر. أنا كنت متوقع أن يكون يوم 10 رمضان، يعني ما كنتش متوقع أن يتأخر للدرجة دي، لأن كان المشهد في الشارع رايح بينا إلى عنف، ورايح لمخططات غريبة للسيطرة أو شل حركة الدولة، وإظهار الدولة في حالة انقسام وانشقاق واحتراب. فده كان باين من حوالي 5-6 أيام أو أكتر، ولذلك أنا كنت متوقع أن الدعوة دي تكون بمناسبة العشر من رمضان. ولكن برضو النهاردة يوم اللي هو 74 سنة بمناسبة تأمين قناة السويس، وهو يوم مجيد في حياة مصر يعني. فأتمنى أن يكون اليوم لا يقل أهمية عن هذا اليوم العظيم. يعني إصرارك أستاذ عز، يعني إلى أي مدى بيمثل نزول الشعب المصري اليوم واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن؟ هو بالتأكيد ان يعني دائما لما بيكون القوات المسلحة في حالة حرب بصفة عامة، لازم تكون الجبهة الداخلية مؤيدة لهذا الجيش، ولازم تكون داعمة ليه. فمتهيالي ان الفترة اللي حصلت في سيناء والعمليات الإرهابية والقنص والعملية التحريض اللي كانت واضحة جدا خصوصا ضد الجيش والشرطة، فكانت لازم يكون في دعم شعبي واقف ورا الجيش، واقف ورا القائد يعني بصفة عامة. لكن ده لازم وشيء مهم جدا، فكان لازم يخرج بصورة موضحة تماما، مش صورة عملية ثورية أو يوميات ثورية، لا، لازم يبقى اليوم ده رايح في اتجاه معين وليه عنوان معين. فالنهاردة العنوان الأقوى والأفضل اللي هو دعم القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، فما ينفعش إن احنا نحطه في أي إطار تاني. لازم يكون ده يعني السؤال موجه للشعب المصري، إن الجيش بتاعك لما بيطلب دعمك فهو بيبقى في مواجهة مع عمليات كبيرة جدا، سواء تحريض خارجي، وده احنا شفناه على فكرة، والتحريض الداخلي اللي احنا بنسمعه كل يوم من رأيك. طيب يعني من رأيك ايه في يعني شافوا هذه الدعوة من وجهة نظر اخرى، وانها في الاساس ربما تؤدي لحرب اهلية، يعني ابعدوها قليلا عن الهدف الاساسي منها وهو مواجهة العنف والارهاب؟ اولا المسمى الحرب الاهلية لا ينطلق على مصر بصفة عامة، ده رقم واحد. يعني واتمنى ان في الاعلام المصري او الاعلام الخاص او اي متحدث ان يتكلم عن حرب اهلية ليس لها وجود في طبيعة تكوين الشعب المصري. معنى ومفهوم حرب اهلية ان انت بتتعاملي مع مجموعة طائفية، يعني عندك طوائف درز وسنة وشيعة وكتل مختلفة، فبيحصل احتراب بينهم. احنا ما عندناش الكتلة دي، احنا عندنا الشعب المصري كله مقابل مجموعة بتهدده،
يعني والمجموعة دي من مكون الشعب المصري ولكن مش طائفة، فبالتالي معنى كلمة حرب أهلية هو مش موجود أصلا. أنت يعني بكده للأسف زي ما كنا قبل كده نحط إن لازم بيبقى واحد موجود من الفصيل ده قصاد واحد موجود من الفصيل ده، حتى في الإعلام لما كان بيجيب ضيف فبيقول لك لازم يبقى واحد من التيار المدني واحد التيار الإسلامي على أساس إن بقية الشعب المصري مش إسلام، وده غلط برضه. يعني ده التوجهات الغلط اللي في الإعلام إن بيحط بيقسم الشعب إلى 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 فئتين، فئة مسلمة وفئة غير مسلمة أو احتراب أو حرب أهلية، لا الكلام ده مسميات غلط. ولذلك احنا بنقول إن دي فئة موجودة في الشعب المصري، موجودة من أغلب نسيج الشعب المصري، ولذلك بتلاقي في البيت الواحد على فكرة واحد مثلا على سبيل المثال إخوان، واحد مش إخوان، واحد سلفي واحد مش سلفي. فبالتالي احنا ما بنقدرش نطلق عليها معنى الحرب الأهلية، هي مجموعة يعني بالمسمى كده مرقت على السياق وخرجت عن إطار الدولة وبدت تتجه إلى حالتها الخاصة وعاوزة تخلي الدولة كلها في إطار حالتها الخاصة. فالشعب المصري النهاردة خرج لتأييد القوات المسلحة والشرطة لمحاربة إرهاب مش محاربة المجموعة دي. ولذلك حتى هم لما أخذوا المعنى على أن الدعوة خارجة للإخوان، هي مش خارجة للإخوان أصلا، هي خارجة في حرب عندنا في سيناء حاليا، مجموعات إرهابية موجودة في سيناء وفي مجموعات بتهدد تهديد صارح للشعب المصري والتدمير المؤسسات العامة للدولة. فبالتالي أنا لازم يبقى عندي تفويض، لأن أول حاجة على فكرة كمان في نقطة تعريفية لدور الفريق عبد الفتاح السيسي، فريق أول عبد الفتاح السيسي، إن الناس بتقول لك ليه وزير الدفاع هو اللي بيدعو إلى هذا الموضوع أو ليه مش رئيس الجمهورية أو ليه مش رئيس الوزراء. للمعروف للعامة هو نائب أول لرئيس الوزراء للأمن القومي، فبصفته الوظيفية إن هو وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء للأمن القومي لازم هو يقوم بهذا الدور. يعني هي القصة مش قصة إن هو وزير الدفاع أو قصة إن هو عاوز يعني يحرض الشعب على فئة معينة، ده وظيفته طبيعي. ننتقل في جولتنا الصحفية من جريدة الأخبار إلى الشروق والقوات المسلحة تمهل مؤيدي المعزول 48 ساعة للانضمام للصف الوطني. أستاذ عز، يعني هناك نداءات ودعوات عدة بأنه لا مجال لإقصاء أحد ولا بديل إلا عن الشراكة الوطنية، لكن حتى الآن لا يوجد يعني استجابة واضحة وملموسة من قبل تيارات الإسلام السياسي. في رأيك يعني أهمية تفعيل المصالحة وأهمية الاستجابة لهذه المصالحة حتى يعني لا يحكم الإخوان المسلمين على أنفسهم كما يرى بعض المراقبين والمحللين بالانتحار السياسي؟ هو هما الاولا المهلة دي واجب لسبب واحد، لانك انت من النهاردة ما تقدريش تعملي عملية اقصاء لفصيل موجود في المجتمع المصري وموجود في مكوناته، فلازم النهاردة يبقى فيه تفكير يعني قوي جدا، وحتى يعني مراجعة النفس. يعني القصة كلها العودة للحق فضيلة. يعني فإحنا النهاردة لما نعمل عملية انتحار جماعي، انتحار سياسي وانتحار على المستوى المفهوم الوطني واستدعاء للخارج وتحريض على العنف والكلام ده كله، لا لازم الإنسان يراجع نفسه. إحنا في رمضان في شهر كريم، دي حاجة. الحاجة التانية إن الدعوة نفسها للنزول للشعب المصري، إن النهاردة يوم للتسامح، ما هوش يوم للغدر ولا يوم إن إحنا رايحين محرضين رايحين عشان نطلع الشوارع عشان نغدر بالآخر، لا. المفروض كل اللي طالع يبقى عارف في الآخر ده بالنسبة له إحنا كشعب بصفة عامة إن خارجين لدعم القوات المسلحة في موقف معين وليس للاقتتال. المفروض اللي خارج من بيته النهاردة يبقى حاطط إن هو يعني مش مجرد أكتر من دعم، وليس إن إحنا رايحين عشان نحارب الناس اللي في رابعة ومش رايحين عشان نحارب الناس اللي في النهضة، لأن ده مفروض دور القوات المسلحة ودور الشرطة إنها تفض الاعتصام بطريقة آدمية بعدم الاستخدام القوة أو الإفراط في استخدامها. وفي 100 طريقة سلمية على فكرة لعملية فض الاعتصامات ومتعارف عليه عالميا. وعلى فكرة أنا واحد من الناس لن أقبل أن يتم فض اعتصام الرابعة أو النهضة بالقوة أو باستخدام مفرط للقوة، لازم يكون في كل الطرق الممكنة للوصول لفض هذا الاعتصام بطريقة سلمية وبدون تعرض الآخرين للقتل أو للترهيب، لأن هناك هم للأسف بيستخدموا الأطفال والنساء دروع بشرية. ولذلك ده شفناه لما ودوا النساء في وزارة الدفاع ودوا النساء في المنصورة. فإحنا لازم نحط في الإطار أن لازم يكون تحصل إلا لو بدأنا في نقطة أيضا المصالحة والحوار، المصالحة ده
لازم ولازم يكون في عندنا مراجعه، ولازم كمان على فكره ان احنا نرجع للدوله بتاعتنا او اسلامنا المعتدل. ما ينفعش ان احنا نبقى خلال ال 80 سنه اللي فاتت دي كلها في كميه التطرف الغير طبيعيه والحركات اللي ظهرت علينا بتمويل خارجي، وده كان واضح على فكره بعد الثوره مباشره. دخل لمصر في خلال 3 شهور 298 مليون جنيه لجمعيتين يعني. فاحنا عاوزين اول حاجه نوقف عمليه النبع الهادر من الاموال الغير معروف شرعيتها وداخله للجماعات الاسلاميه دي، وعاوزين نرجع باسلامنا اللي عرفناه من 1400 سنه واللي عاش على فكره المصريين بيه طوال هذه المده الكبيره جدا في الاسلام المعتدل، الاسلام الطيب اللي كان حضرتك كان بتلاقي اليهودي والمسيحي وحتى الناس اللي كانت يعني غير دينيه كانت موجوده على فكره في المجتمع المصري، وكانت بتتاجر وبتعيش وكله كان متالف مع بعض. طب حقيقه استاذ عز، فكره المصالحه الوطنيه ما بين مؤيد ومعارض، ما بين مؤيد بيرى اهميه تفعيل المصالحه الوطنيه لانها يمكن هتكون من احد اهم اسباب نجاح الحكومه الحاليه، وما بين معارض يرى ان هناك تورط من قبل عدد من قيادات جماعه الاخوان المسلمين في عمليات اجراميه وارهابيه، فعن اي مصالحه نتحدث عنها؟ بالتاكيد عشان تفعيل الفتره اللي فاتت، وايه اللي خلى الناس خرجت على الرئيس محمد مرسي؟ مش غياب دوله القانون؟ مش عمليه ان كل واحد بيعمل على مزاجه؟ ما هي نفس الفترة اللي سبقت دي كان فيها تعدي صارخ على القانون ان كل واحد يعمل اللي على مزاجه، بدلالة الأحداث بتاعت الاتحادية والناس اللي ماتت فيها، وتم تقديم بلاغات بآلاف البلاغات ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين ولم يتم التحقيق مع أحد. فالمعنى حضرتك حتى الشعب اللي خارج النهاردة لم يقبل بمصالحة وطنية على دماء الناس اللي ماتت على فكرة في بين السرايات، على دماء الناس اللي ماتت في الجيزة، على دماء الناس اللي حتى هم زجوا بيها قدام الحرس الجمهوري، يعني المفروض هم يحاكموا على الناس اللي قتلت قدام الحرس الجمهوري، لان دي تعتبر كلها جرائم ضد الانسانيه، الناس اللي اترمت فوق الاسطح. لحضرتك الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان يعني بيخرج لغزوات ومنها غزوه مؤتة، لما بيقول اخرجوا دافع يعني اغزوا في سبيل الله واقتلوا وحاربوا الكافرين، ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا طفل ولا تحرقوا زرع ولا تقتلوا عامل في صومعة ولا تقتلوا رجل فاني، يعني لا تقتلوا رجل كبير ولا رجل قسيس او راهب في موجود في كنيسة. فدي رحمة الرسول في الحروب مع الكفار. فازاي احنا تعاملنا مع بعض كمسلمين ان واحد حضرتك بيدي لي ايده عشان انزله اروح اغدر بيه؟ لا تغلو لا تغلو ولا تغدروا، يعني دي من ضمن التوصيات. لما بقت الواحد لا تغدر، يعني ما اغدرش لو هو امنني واعطاني السلام فما اغدرش وقتله، ده وصيه الرسول. ولا تغلو اللي هو الغلو في الاشياء، يعني لما جاءت الواحد كافر فما جيش بعد كده اروح مقطعه ومقطع دراعه ومقطع رقبته وامثل بجثته. فلما يكون ده وصايا الاسلام من 1400 سنه في غزوات ضد الكفار، يبقى احنا نتعامل مع المسلمين باختلافنا في اختلاف ارائنا بكل هذا الغلو وبكل هذا الاجرام في التمثيل بالجثث والقتل وهتك الاعراض و وبالتالي ندعي الاسلام وندعي ان احنا مدافعين عن الاسلام، يبقى اذا احنا كنا من 1400 سنه مسلمين او غير مسلمين، هي دي الفكره. فاحنا مصالحتنا الوطنيه لابد ان يكون مرجع الاساسي فيها محاكمه، ويكون العنوان واضح وصريح، محاكمة جميع من ارتكب جرائم في حق المصريين تحريضا أو قتلا بأي شكل من الأشكال أو روع المصريين، لأن الترويع يوازي القتل على فكرة. فما ينفعش حد هيقبل بمصالحة وطنية إلا إذا كان هناك عقاب لمن اتهم قتلا أو ترويعا أو تحريضا. احنا نتحول الأهرام والجيش استراتيجية جديدة بعد اليوم لمواجهة العنف والإرهاب، حماية المتظاهرين في جميع ربوع الوطن وخبراء مفرقعات وكلاب بوليسية لتأمين مظاهرات اليوم. طيب يعني استراتيجية جديدة للجيش، الجميع يفكر ما هي الخطوات التي ممكن أن يتخذها الجيش بعد تفويض الشعب خاصة فيما يخص مكافحة الإرهاب في شبه الجزيرة سيناء؟ اولا انت عندك في جزيرة سيناء يعني من ضمن الاشياء اللي موجودة ان في عندك اتفاقية انك انت بتمنعك بدخول يعني معدات او اسلحة معينة في جزء منطقة ما بعد ال 45 كيلو، فانت محتاجة فعلا تفوض قدام العالم كله انك انت لازم تدخلي الطائرات حربية ومقاتلات ومعدات ثقيلة داخل سيناء عشان تقدري تحارب المجموعات الارهابية المتمركزة داخل الجبال هناك، لان دي اماكن وعرة وما ينفعش التعامل بها بمشاة او افراد عاديين، فلازم اسلحة ثقيلة. فبالتالي ده بيدي عنوان للعالم.
امام العالم كله ان ادي الشعب المصري مؤيد لقوات المسلحة علشان تحارب الموجودين في سيناء. والتعامل بتوع سيناء على فكرة يعني مفتوح كل الامكانيات بالتعامل معهم نسفا قتلا اي طرق، لان دولة يعني بيهددوا الدولة بكل مفهوم الدولة في سيناء في افغانستان، واللي كانوا في جوانتانامو واللي تم الافراج عنهم في عهد الرئيس السابق على فكرة، ان في كانت ناس يعني من خلايا ارهابية واضحة تماما وتجار مخدرات وتم عفو رئاسي عنهم، فكل الناس دي راحت في سيناء حاليا، بالاضافه للي جاي لك بقى من السودان واللي جاي من الدول الجوار، فكل ده موجود في سيناء. فما ينفعش الجيش المصري يتعامل معهم الا بحزم وتغيير استراتيجيه اللي هي اللي كانت موجوده خلال السنه اللي فاتت، ان اللي خاطف نحافظ عليه والمخطوف نحافظ عليه. لا ما ينفعش، الموضوع لازم يبقى جاد جدا، ولازم سيناء دي تعاد مؤمنه. انت عندك يعني مساحه سيناء دي مساحه هائله، وعنده فيها كميات رهيبه من الثروات المعدنيه اللي ممكن توازي اكتر دخلا من البترول كدخل قومي يعني. فبالتالي انت محتاجه المنطقه دي تشتغل، محتاجه المنطقه دي تؤمن تامين كامل عشان الناس تبقى امنه على استثمار مراتها هناك، وده اللي انت عاوزه اصلا كمان. فده مهم جدا ان الجيش يكون حازم في استراتيجيته مع التعامل مع الناس اللي في سيناء، وفي نفس الوقت الشرطه تبقى حازمه جدا في التعامل الارهابي اللي هو بتاع الامن الداخلي يعني. نعم. طيب احنا ننتقل الى المصري اليوم وواشنطن، ما علاقه لوقف تسليم اف 16 بعزل مرسي ونحذر من تحريف القرار؟ يعني ان كان هذا التحذير يحترم في كل الأحوال، ولكنك لا تستطيع أن تمنع الشعب المصري في محاولة فهم يعني هذا الأمر وهو وقف تسليم F-16. يعني هل من تفسيرات أخرى بخلاف عزل مرسي؟ يعني هل أنا الصورة ليست واضحة بالنسبة لهم؟ هل يعتقدون أن ما حدث في مصر انقلابا عسكريا، أم أنه ثورة تصحيحية خرج بها جموع الشعب المصري رافضين حكم الإخوان المسلمين؟ هو الدور الأمريكي في الفترة اللي ما بعد الثورة هو دور مريب صراحة. وانا واحد من الناس كنت عضو المجلس الوطني اللي اتعمل بعد الثوره بعد مؤتمر مصر الاول، ونادينا بعدم قبول اوراق ان باترسون تحديدا كسفيره لامريكا في مصر، لان دي معروف تاريخها على فكره في امريكا اللاتينيه، ومعروف تاريخها في باكستان ان هي يعني تعاملها مع الجماعات الاسلاميه التحريض لخلق فتن داخل اي دوله بتبقى موجود فيها، بالاضافه ان تاريخها السابق في امريكا اللاتينيه اغتيالات، فدي كان معروف المخطط بتاعها، الفتره اللي جايه فيها معروفه هي هتعمل ايه. ولذلك قدمنا طلب كمجلس وطني للمجلس الاعلى للقوات المسلحه في ذلك الوقت، وقلنا رفض قبول اعتماد اوراق ان باترسون كشخصيه غير مرغوب فيها، وده من حق اي دوله على فكره ان لما ترشح سفيره لدولتها بيتم الاعتراض عليها فبتم تغيير، فللاسف قبلت اوراقها ليه انا مش عارف. الدور الامريكي دور مريب جدا، انا واحد من الناس بدعو للتوازن بين وجودنا مع علاقتنا مع الولايات المتحده ودول اخرى، ومفروض ان احنا نبتدي نراجع هذه العلاقات لان كانت هي موجوده في فتره من الفترات بعد حرب 73 واتفاقيه السلام، وعشان كانت داعمه لاتفاقيه السلام، لكن حاليا دورها انحرف، فبالتالي لابد لاعاده التفكير في العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه. على فكره احنا يعني في الدعوه بتاعت حساب 30/6 يمكن جبنا حجم المعونه الامريكيه، فاحنا مش في حاجه الى المعونه الامريكيه كي نهدد بيها، ومفروض على فكره نرجع تاني نعيد علاقاتنا، نعيد تقييم العلاقات المتوازنه مع الولايات المتحده الامريكيه على مصلحه الامن القومي الوطني. ولكن على فكره هم صوتوا الطرف المحرض ان عمليه ان امريكا رفضت تسليم الطائرات دي فمعناها ان هي مع الموقف بتاعهم، لا هو ده عمليه على فكره يعني بتبقى سياسيه عسكريه في اي مواقف بتبقى فيها بعض الارتباك في بعض الدول فبيبتدوا ياخدوا قرارات، لكن على فكره هم قالوا ان القرار ليس له علاقه بالاحداث الجاريه في مصر. هذا ما قيل لكن لم يقنع الشعب المصري. هم ليهم يعني هي تكات بس عشان يدوا الطرف الاخر حاجه يسوقوا بيها. هنروح للاهرام، ضبط كميات كبيره من البنادق الاليه والذخائر والقنابل اليدوية، الشرطة تكثف جهودها لمطاردة البؤر الإجرامية وعودة الأمن إلى الشارع المصري. يعني جهود بنشكر عليها ضباط الشرطة، لكن بالتأكيد الشارع ينتظر المزيد خاصة من وزارة الداخلية. كمية السلاح اللي دخلت من ليبيا كمية غير طبيعية، والسلاح أنا امبارح شفت على فكرة كمية السلاح اللي تم ضبطها كان جزء منها على فكرة جاي من ليبيا،
وجزء تاني جاي في كونتينر كانت أسلحة خرطوم تركية الصنع، ودي كانت موجودة امبارح. كان كمية رهيبة جدا، يعني كمية أكيا الدور بتاعها كمان دور مريب، وأصبح دور يعني هل هم فعلا حاليا تركيا تمثل التنظيم الدولي؟ هل انتقل مكتب التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين إلى تركيا، فأصبح التحريض قادم تمويلا وتسليحا من تركيا كما يتم العمل به في سوريا؟ أنا أشك يعني في هذا الموضوع، لكن إحنا فعلا عاوزين تكثيف على الطرق الرئيسية، تكثيف على الحدود، لأن الكميات السلاح اللي دخلت مصر كانت كميات رهيبة جدا، ولازم التعامل في الموضوع ده. الملف الأسلحة اللي دخلت مصر دي بعنف جدا، وأتمنى أن القوات المسلحة والشرطة تعطي مهلة لتسليم السلاح. يعني لازم كما زي ما في مهلة 48 ساعة لفضل الاعتصامات، تدي مهلة شهر لتسليم السلاح، وبعد كده يطبق القانون على السلاح الميري تحديدا. في النهاية بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ عز الدين الهواري، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، على تشريفك لنا النهارده وطلبة الدعوة. شكرا لحضرتك. ومشاهدينا الكرام، ما نتوقف معاكم لمتابعة يعني آخر التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي، تحديدا من تويتر. وأول متابعة للدكتور محمد البرادعي، تغريدة عبر تويتر يقول فيها: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المبنية على قبول الآخر خيارنا الوحيد. أدعو الله أن نفهم أن العنف لا يضمد الجراح بل يفتح جروحا جديدة. أما حدين الصباحي عبر تويتر فقال: مواجهة الإرهاب والمصالحة الوطنية القائمة على العدالة والمحاسبة وجهان لواجب وطني واحد الآن. نتحول لأحمد السلماني عبر تويتر يقول: تنويه هام وعاجل إلى كل الشعب المصري، نرجو عدم الانسياق وراء الشائعات المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي. أما السيد عمرو موسى عبر تويتر فيقول: أتوقع أن يكون التأييد الشعبي لردع الإرهاب في مصر ودور القوات المسلحة والداخلية تأييدا كاسحا. الإعلامي الكبير حمدي قنديل عبر تويتر يقول: أنذركم أسيسي مسبقا في المرة الماضية فعاندتم وخسرتم، وهو ينذركم مسبقا مرة ثانية وستكابرون وتخسرون ما تبقى إن كان هناك ما قد تبقى. أما الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي فبيقول: لو حتى راح تنزل لوحدك انزل، ما تقولش احنا كام وهم كام، هتافك الصادق أكيد هيزلزل قلب الزمن ويعدل الأيام. دي كانت